السلام عليكم أصدقائي. نموذج صلبي على عملة شيبا إينو على فريم اليوم، وأهداف العملة هبوطية جدا. أما بش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم عملات رقمية، ولا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط راح تلاقيه موجود أسفل الفيديو، والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. رغم أصدقائي الأخبار عن الإطلاق القريب لشيباريوم أو البلوك تشين الخاص بعملة شيبا إينو لتسريع الحرق، لكن اليوم كسرنا أهم ترند عندي على فريم اليوم، الترند اللي عم نرتاد منه أكثر من مرة، والترند اللي بسببه عملنا قمة جديدة على منطقة 0.4015. حاليا كسرنا هذا الترند وعندي احتمالين، يا أما نقفل شمعة اليوم داخل الترند ويكون عندي كسر وهمي، يا أما نرجع ننزل لأسفل الترند ومنقفل شمعة أسفل هذا الترند، وبهالشي بتأكد سلبية عملة شيبا إينو. نتوجه مرة تانية للموفيج أفريج 200 عند منطقة 0.4011، وإذا نجحنا بالارتداد هدفي راح يكون استهداف المثلث مرة تانية، يعني عندي هبوط بنسبة تقريبا 10%، وبقدر استغل هذا الهبوط بصفقة شورت، وبعدها استغل الصعود مرة تانية بصفقة لونج، يعني أربح تقريبا 20%. إذا صار عندي كسر لترند الهابط راح يكون عندي توجه لكسر القمة عند منطقة 0.4016، يعني من مناطق الموفيج أفريج 200 إلى مناطق كسر القمة عندي مرابح تقريبا 40%، وإذا كسبت 10% بالهبوط يعني تقريبا عندي مربح 50%. وطبعا انت رح تشتغل فيوتشر لصفقات الشورت، يعني ربحك مضروب ب 20. لكن حتى ينجح هالسيناريو اصدقائي بحتاج اقفل اسفل الترند الصاعد. اذا نجحنا بالاقفال اسفل هذا الترند فرح نتوجه تلقائيا لمناطق 0.4011، واذا تم الاقفال داخل المثلث فانا بنتظر اقفال شمعة يوم على مناطق 0.4013 لحتى انطلق لكسر القمة. كل شيء بتوضح عند اقفال شمعة اليوم، يعني بعد تقريبا 10 ساعات من الان. اصدقائي بكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال اعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم المترقمين. مع السلامة، دمتم بخير.